ما تقول أنا ما بقدر، أنا ما بقدر لأنه المجتمع ما بيدعمني، أنا ما بقدر لأنه أهلي ما دعموني. أنا بقول قبل ما أهلك يدعموك ادعم نفسك. للناس اللي بتحكي أنا المجتمع خانقني، أهلي خانقيني، أنا بنصحك إنك تتحرر داخليا، لأنه التحرر الخارجي لا يمكن إنه يصير أو يبدأ إلا إذا أنت متحرر داخليا. impossible أبدا. ما عمرنا سمعنا بواحد طموح وصل لفوق وكلنا بدنا نعمل معاه مقابلة وسألنا وحكى أنا والله أهلي ما دعموني. ليش؟ لأنه عنده تحرر داخلي. عمري بحياتي ما سمعتها هاي. ليش؟ لأنه ما بيستنى بحدا يدعمه، لأنه الطفل الصغير ما بيبني نجاحاته وبعلق آماله على أكتاف الآخرين. فكيف بكم أيها الشباب الحلوين؟ بالإنجليزي he will work، رح يشتغل وحيعمل وقنوع وبيكمل علشان يوصل.